والحجامة كما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحجامة إن لم تنفعك لم تضرك، والحجامة حجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. كاين بعض الناس يقول 17 و19 و21، هذا لم يورد، ما وردش على النبي صلى الله عليه وسلم. الحجامة الناس باش كانت كتعالج بكري بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالأدوية، العسل والحجامة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فيهم شفاء: مشطر حجامة ومعلقة عسل، وآخرها والكي. الكي آخر هو الكي. فالعسل والحجامة فيهم منافع كثيرة. الحجامة كيجي المريض اللي عنده مرض كنعقموا له مكان الحجامة، كل اللي كيستحق 5 الكيسان، كل اللي كيستحق 10، كل اللي يستحق 12، كل واحد على حسب المرض ديالو. كل حجامة واش علاش كنحجموا عليها؟ اولا كنعقموا ثم نحطوا الكيسان، ثم كنضوا بالمشرط وكنديروا الكاس الاول، فاش كيعمر عاود نزيدوا الكاس الثاني. علاش؟ ماشي الكاس الاول نحبسه، لا، الحجامه يخرج الا الدم الفاسد. انسان اللي اقل من 40 سنه كيتجدد له الدم، كيعاود يتجدد له الدم في 24 ساعه، واللي فيت 40 سنه كيتجدد له على 48 ساعه. فالحجامه هي منفعه جدا جدا جدا. الناس اللي ما خصهمش يديروا الحجامه هو اللي عنده كيدير دياليز، اللي عنده فقر الدم، هادو جوج ما خصهمش يديروا الحجامه. والمراه الحائض كرم الله وجهك، خص الانسان بعد يكون عنده دراسه في الحجامه ويعبر للسيد الطونسيو ويسولو واش كتعمل تستعمل شي ادويه ولا لا. ثم ممكن السيد يكون يستعمل شي ادويه اللي كتجري الدم صعيبه على المحجم. ثم خص يكون عنده، يكون على وضوء وما يتوكل في الحجامه، حيت الحجامه ليس طبيه بل هي ربانيه، ويسمي الله ويتوكل على الله. ومن ستر مؤمنا ستر الله يوم القيامه. هو الحجامه في بالنسبه للانسان اللي كيدير مخدت عليه بالاخداعين، اخداعين وملغيت، ثم الاكتاف. كاين الانسان كيكون عنده كتاف طايحين، ثم كي عنده قلق عليه بالظهر، ثم الاخداعين. خاص الانسان اللي يكون يحجم ما خصوش يغرق، خاص ما يبانش اثر الموس او المشرط. ثالثا خاص يكون عنده تعقيم ويكون عنده مكان سخون دافي، ماشي باش ما يحجم السيد ما يمرضش. والكيسان اللي كنخدموا بهم، عفوا سمح لي، هادو اللي كنخدموا بهم الكيسان، كنخدموا بهم كلوهم كرميهم ادب طابل. مركز الشيخ رقب وقاية في عين الشوق بفضل الله يرحب بالضيوف بالنسبه للنساء يوم الجمعه والسبت والاحد، واهلا وسهلا بكم ان شاء الله.